طيبة لكم مشاهدي، ورمضان كريم عليكم وعلى جميع مشاهدي قناة زاك روزي، وينعاد عليكم بالصحة والسلام يا رب. أكيد رجعنا لكم بجولات رمضانية جديدة، واليوم جولتنا بإحدى الأسواق الرمضانية في دهوك. خلينا نشوف الأجواء شلونها والناس شلون تقضي أوقاتها بعد الفطور، كونوا ويانا. مرحبا، رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم، يعود عليكم بالخير والبركة على الإقليم وعلى العراق كله إن شاء الله. ربي يخليك. من وين جاي؟ أنا من بابل. من بابل، يا أهلا وسهلا. زين، شلون شفت أجواء رمضان بدهوك؟ والله أجواء كلش لطيفة وحلوة ومرتبة، يعني حلوة بأهلها بناسها، كلش حلوة. بعد الفطور شلون الأجواء بهذا السوق؟ والله سوق كلش يعني فد مبادرة حلوة وفريدة من نوعها، يعني هاي ما موجودة ببابل عندنا ولا ببغداد، يعني السوق متخصص بهواي شغلات حلوة. ويا من جاي؟ أنا جاي ويا عمي على صديقي خطار، يعني هنا أنا. من إمتى جيت؟ يعني قبل يومين. رح تبقون رمضان كله؟ لا لا، يعني يومين ونرجع إن شاء الله. حلو، شنو فطرتوا اليوم العاد؟ والله بضيافة أخويا إياد منا من أهل سميل، تشريب لحم وخير من الله. ألف عافية عليكم. الله يعافيكم. مرحبا، رمضان كريم. هلا، رمضان كريم علينا وعليكم. شلون الأجواء رمضان اليوم بدهوك؟ والله كلش حلوة. شلون تقضون أوقات؟ يعني ورا الفطور كنا ننزل نام بالسوق، يعني كافتيريا. شنو فطرتوا اليوم؟ والله شكل صدق لو كذب. صدق أريد. الصدق؟ والله صوصج. شنو ويا أصدقائك فطرت لو ويا الأهل؟ لا والله أهلي بعيدين علي. ورجل صايم؟ لا أهلي بعيدين علي، لا صايم. يعني أنت عايش ويا أصدقائك؟ لا، عايش وحدي. عايش وحدك، ومن سوى لك فطور؟ والله صديقي. صديقك سوى لك الصوصج بس؟ ومو مسلم. مسلم لعد خطية، يعني ما ظل قلبه عليك مثلا؟ راح ما راضي يسوي لك غير شيء مثلا أكله أنت صايم؟ ولا والله ما أدري شلون سوى، يعني هو دائما ما يسويها، بس اليوم شافني نايم وسواها. وعادي شبعت بالصوصج؟ والله إيه. زين، جيت أنت ويا من اليوم بهذا السوق؟ والله ويا الولد الطيبة، هاي الشباب ويا أصدقائك. إن شاء الله أخواني مو أصدقائي. أكيد إن شاء الله، ربي يحفظك ويحفظكم إن شاء الله ويعمم الأمان على ذوك إن شاء الله. ليك تسلام. مرحبا، شلون صحة؟ الحمد لله. رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. من وين جاي؟ والله جاي من موصل. زين، شلون أجواء ذوك؟ والله حلوة، حلو رقم واحد. رمضان كله راح تبقى هنا؟ لا إن شاء الله نرجع أسبوع وأرجع. أسبوع راح تبقى هنا؟ إي. شلون أجواء اليوم بالسوق هذا؟ مرة حلوة وذوك حلوة. صدق يعني الدنيا باردة أشوف وأنت لابس حارة؟ عينا باردة، يعني الموصل حارة؟ أي عينا باردة وجبال وحلوة. أخذت احتياطاتك؟ لا ما أخذت احتياطاتي، عشان بس من صديقك ما دام أنت جاي عنده. ما ينطون. أي والله ما ينطون. ليش تكون بخيل وما تنطي شاكيت شي خطية مخليه بهذا البرد؟ بيتهم بفرستي، بس ما ماكو ملابس، يعني بس صيفي. أي والله على الرأس. وشلون الأجواء بهذا؟ والله فد مرة حلوة. ويا أصدقائك؟ أي والله حلوة فد مرة. ما تحب تبقى رمضان كله؟ والله ما عف، إن شاء الله إن شاء الله نبقى. شوف السوق هذا يعني يفتح فرص عمل للشباب والشابات يشتغلوا. حلو، ترتيب ونظام وأمن، حيل حلو. بلى، هذا رمضان شيء أكيد أحلى، وهذا السوق وجودكم. مرحبا، رمضان كريم علينا وعليكم. مرحبا، هلا بكم.
شلون تشوفون اجواء رمضان السنه هذه؟ اجواء حلوه ويعني ازدحامات وناس و... والسوق هذا؟ والسوق جميل كلش وبتخفيضات يعني اكيد للعالم بدل ما يروحون لغير اسواق هنا تخفيضات 50%. وتشوفين يعني مثلا يوفر فرص عمل اكثر للشباب والشابات مثلا هيك اسواق؟ اكيد فرص عمل بيه. وشنو انتم شغلكم اليوم؟ شغلنا يعني ننطي تيسات للعالم وإنتاج محلي بدون مواد كيميائية، أجبان كردي وكل أنواع يعني بالملح وبدون ملح يعني أنواع بي أنواع بي كل أنواع. الناس شنو ترغب أكثر شيء برمضان؟ برمضان أكيد السحور يجون يأخذون المنتجات كله أجبان وعدنا حليب وكله من انواع البقره منتجات البقره. مرحبا، شلون صحه؟ سلمش، كل عام رمضان كريم. رمضان كريم على الجميع ان شاء الله. من وين جاي؟ انا من الموصل. زين، شلون شفت اجواء رمضان بدهوك؟ الحمد لله اجواء حلوه واجواء كلش طيبه والله يديمها ان شاء الله، ويعني دوك الحمد لله بشعبه وناسه وناس متعايشه يعني من كل الطوائف. اي الحمد لله. اللي خلاك تجي رمضان هذا؟ والله يعني الأجواء الحلوة والناس الطيبين، يعني كلش جو حلو وطيب. هنا جينا تفطرنا ويا هالناس الطيبين والحمد لله. شنو كان فطور؟ والله فطورنا كان يعني تعرفين شنو الموجود يعني أشاك وقلنا ننزل. أي أحسن شيء. أي كل شيء أحسن شيء. عافية. جاي ويا من؟ والله ويا أصدقائي اثنين ثلاثة جايين. أي والله. ساعة قد طلعتوا؟ طلعنا تقريبا الساعة بالثلاثة هيك جينا. الظهر. اي نعم، اي افترينا بالسوق بدوك وصار وقت الفطور. راح تبقون كم يوم؟ لا راح نبقى ان شاء الله يوم صديقنا هنا ابو راكان سميل هو. يعني هو استضافكم اليوم؟ اي هو استضافنا. حلو. وما تجيبون العوائل هنا على دوك؟ بلا دائما نجي. يعني كل خميس كل جمعة هيك اوقات دوام ماكو نجي. اهلا وسهلا بكم، رمضان كريم علينا وعليكم. والله الاجواء الطيبه هاي اول يوم رمضان، نرحب بكم افتتاح سوق رمضان لالي رمضان بفاميلي مول دهوك. اهلا وسهلا. شلون السوق هذا؟ شلون الاجواء؟ ودا يجون الناس بما انه شوي الجو بارد؟ والله اكو ترحيب، يعني ترحيب حيل طيب. هالسنه ان شاء الله راح يكون بزحمه هواي والناس موجوده و... عادي عادي بجو بارد عادي. زين شوي كلمنا عن شغلك والقهوة وأنواع القهوة. شغلنا عندنا براند إنتاج محلي قهوة الشيوخ، احنا بدهوك نسوي إنتاجنا الخاص ونوزع على العراق أجمع، كردستان وعراق همينة. أنواع القهوة؟ أكو أنواع قهوة بالسوق إذا تريدين هواي موجودة، بس اللي عندنا نوع واحد. نوع واحد بس تسوي؟ خاصة احنا نسوي، ما موجودة بأي مكان. زين طريقة العمل شلون تسووها؟ يعني اشو يعني من عادي نفس اي قهوة عادية. أيوة. تحطين عدلة وعلى نار هادئة بس يغلي شوية وهاي هي. أيوة. والف عافية. أيوة. والناس يعني ترغب مثلا القهوة؟ ايه ترغب. طعم قهوتنا مو مرة وسط، اهالي شمال تحديدا ندهوك اربيل يحبون القهوة الحلوة شوية، فقهوتنا حلوة مو مرة. الناس ترغب القهوة بالرمضان أكثر لو أما الأيام الباقية أو الأشهر الباقية؟ لا أكيد برمضان كل شيء موجود بالسوق برمضان. الناس أكثر ترغب بي ترغب بي أكثر، خصوصا إذا كان مواد مال أكل وشرب شيء.
كلش طيبة مثل ما عاد تشوفين يعني. صح الجو بارد لكن العالم يعني من كل المحافظات يجون يزورونا بهذا ثوق رمضان. صح الجو بارد لكن يعني العالم يفطرون بعدين يجون يزورونا. شوفون يعني إقبال هواية مثلا رغم الجو البارد. صح الجو بارد قلت لك يعني صح الجو بارد لكن العالم يعني يستمتعون بهذا الجو. أكو منهم يستمتعون وأكو منهم لا أكيد. تشوفين مثل هاي الأسواق الرمضانية أنه تنطي فرص عمل للشباب والشابات أنه يشتغلون؟ أكيد هذا الشيء يعني مثل ما تشوفين من الشيء يعني شون أقولها يعني الكل عايز يستفاد من هذا الشيء. صح الأسعار وهيجي عايجون العالم يعني يستفادون من هذا الشيء أكيد استفادة لهم. شوية كلمين عن منتجاتكم شنو؟ المنتج مالنا أكو منهم إنيرجي والباقي هم مشروبات خاصة يعني حتى الأطفال هم يقدرون يشربوها بس الإنيرجي أكيد لا لأنه مثل ما تعرفين الأطفال ما يقدرون يشربون الإنيرجي. أكثر رغبة على شو؟ والله الكل الأربعتهم يعني إيه. أكيد شي بالرمضان يشربون الإنيرجيات يشربوها أكيد شباب أكيد أكثر من صح أكيد اثنيناتهم والله يعني مو اقول لك بس الشباب النساء همين تشرب والرجال همين يشربون. شوفين اكو اختلاف رمضان السنه هذه عن السنوات الماضيه؟ اكيد اكو. شنو؟ لانه من كل المحافظات عايجون يزورونا ويعني يستمتعون بهذا الشيء. شلون تشوفون السوق الرمضاني هذا؟ والله طيب زين، واحد يجيني يفطر شوي بعد الجو يروح. اي والله. مستمتعين اليوم؟ اي زين الحمد لله، زين. شوف اختلاف السنه هذه عن السنوات الماضيه رمضان؟ اي والله السنه اطيب. اي الجو بارد مو مثل سنة الأخ كان حار فد مرة كنا نتعب بس هالسنة طيبة يعني الصيام يكون أخفف. اي طبعا جزيلا. مرحبا رمضان كريم. رمضان علينا وعليكم إن شاء الله. شلون الأجواء السنة هذه؟ والله الحمد لله طيبة وأجواء حيل حيل حلوة. السوق هذا السوق الرمضاني شلون الأجواء؟ والله هاي السنة أطيب من ذاك السنين راحت يعني هالسنة ما شاء الله السوق خير وبركة مثل ما يقولوا الحمد لله وشكر واليوم انقضت الحمد لله. شوف هاي فرصة إنه للشباب والشابات إنه يشتغلون أو فرصة عمل. طبعاً طبعاً يعني هسه مثلاً السوق مليان كله شباب وشابات بنات بولد عايشتغلون والحمد لله رب العالمين عارزقه مثل ما يقول. إيه أكو اختلاف كثير يعني ذاك السنة هسه ذاك السنة ما كان أكو هذا السوق هسه أنا خلوا هذا السوق كثيرين عايشتغلون شباب ماكو بطالة الجو بارد طيب يعني ذاك السنة كان حارة والقبل وبعد حارة أكثر بس السنة حيل طيب. جيبوا العوائل زين. والله بعد أول يوم مثل اليوم نحن طلعنا شباب. باكر بعد وما شاء الله 30 يوم بعد قدامنا ايه نطلعهم ان شاء الله. مشاهدينا مثل ما شفتوا الأجواء الجميلة والناس المستمتعة بهذه الأسواق الرمضانية وأكيد مستمرين وياكم جولات أخرى. توصلنا وياكم إلى ختام جولتنا لهذا اليوم وإلى اللقاء.